السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، في آخر التفاصيل والأحداث قضية إيمان زوجة الميلودي واللحظات العصيبة التي يعيشها الميلودي والحالة النفسية المتدهورة والانهيار اللي تصاب به بسبب الاعتقال الابن دياله وزوجته، الاعتقال المفاجئ. اليوم عادل الميلودي كيتقدم الى مخفر الامن والاجهزه الامنيه والنيابه العامه وكيدلي لهم بالوثائق الطبيه اللي كتثبت مرض زوجته ايمان بمرض نفسي، وهي اللي طاولات على رجال الامن حسب شهاده الفيديو والصوت المنتشر على نطاق واسع في المواقع التواصل الاجتماعي وبعد التفاعل الملايين من المغاربه مع هذا الفيديو. كنشوفوا الفنان الميلودي اللي تقدم كذلك بطلب الاعتذار نيابة عن زوجته اللي كتعيش حالة متدهورة وصدمة بفعل هذا الاعتقال، لأنها أول مرة هي والابن ديالها كيدخلوا لأن واحد السجن، ربما أنه الفات تعيش في الفيلا مع الزوج ديالها معززة مكرمة. وهناك أنباء عن تنصيب محامي يقوم مقام إيمان واللي طالب النيابة العامة للمحكمة بتمتيع الموكلة ديالو بتمتين من الصراح المؤقت. فبعد مشاهدة الفيديو إخواني أخواتي، فكنشوفوا أن هذه الأم اللي زادت الطينة بلة فهي محترماتش رجل الأمن وكتهين الشرطة وكتلفظ بألفاظ نابية ناهيك على أنها ركلت برجلها رجال الأمن، فهذا درس. فعلى العموم إخواني أخواتي، فهذا درس لهذه الناس، خصوصا وأن الإبن عادل الميلودي مازال صغير، يعني ربما انه يلا ينجح في الباك وعنده 18 سنه، وديك الهديه اللي تلقاها من طرف الاب ديالو الفنان الشعبي عادل الميلودي كفرحه وكهديه لابن، لان كل الاباء صراحه راهم كيفرحوا بالابناء ديالهم كيعطيهم واحد الهديه. اخواني اخواتي، للاسف هذه الام اللي ما مربياش وما فعلت امام هذا رجال الامن فهو منافي للقانون، وحتى ولادها نفس التربية وولادها عرضوا حياة الناس للخطر، وكان يمكن أن يقتل الناس ويتملص منها، وهي هجمات بديك الطريقة كتضرب على الشرطي بكل وقاحة غير أنهم كيطبقوا القانون مع ولادها للأسف صراحة. فكان من اللازم خاصو إعادة التربية وللإصلاح، وحتى ديك السيارة اللي شراو ليه هدية نجاح اللي غتكون سبب في الموت ديالو في الطريق في شي حادث سير لا قدر الله. صراحة السرعة والطيش والتهور كيعرضوا الناس للخطر، فكنتمنى صراحة إعادة النظر في هذه الأفعال المشينة وهذه التصرفات اللي ما كيتقبلها حتى شي واحد كمواطن، ولا حتى أي واحد مربي على المواطنة اللي لازم أنه يحترم يعني رجال الأمن في المقام الأول. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيمكن التأكيد صراحة هذا النقطة مهمة، يمكن تأكيد على المطالب بإعادة برمجة مادة التربية الوطنية في جميع أسلاك التعليم والتكوين لما لها من فوائد جمة على النشأ والمراهقين، إلا أننا كنتفاجئوا اليوم بحذف هذه المادة من برامج التربية الوطنية. فكان من اللازم أنهم وزارة التربية الوطنية أنهم يركزوا على المواطنة واحترام الغير بما فيهم رجال الأمن. فعادل الميلودي اليوم اللي هو أب قبل ما يكون فنان، فالله يعطيه الصبر وعلى الأسرة دياله والمحيط دياله باش يحافظوا على السمعة دياله والشهرة دياله كفنان شعبي محبوب عند المغاربة. وكنتمنوا بالله عز وجل وكنطلبوا من هيئة المحكمة مراعاة ظروف التخفيف، هادشي كامل للعبرة باش تكون هذه رسالة لأي واحد ما كيحتارمش رجال الأمن يعني في الشارع العام بعد ما كيقوموا بالواجب ديالهم وتطبيق القانون، لأن القانون صراحة فهو فوق الجميع ويتم
يعني تفعيل المجرى ديالو. فكلنا مغاربه وكلنا ملزمون باحترام هذا القانون، في القانون فوق الجميع كما ذكرت، واحترام رجال الامن واجب على كل احد. يجب الرد الاعتبار الامنيين الذين اهانتهم، فهي عديمه التربيه وحاسبه نفسها الامره والناهيه. يعني هذا الشيء اللي شفنا في الفيديو، ان هذه السيده كتحاول تبين راسها انها كتامر وكتنهي هاد رجال الامن، وكتقول لهم ما خصكمش انكم تقوموا باعتقال الابن ديالي، فهو راه ما قام حتى شي حاجه. فهادشي التصرف صراحه اللي كنعتبره صبياني، لازم من اعاده النظر في هادشي كامل، ولازم اننا نقوموا يعني بواحد الحمله ضد هاد الافعال اللي مازال منتشره في المغرب ديالنا على نطاق واسع. المهم اخواني اخواتي، غنشوفوا هاد القضية فين غادي توصل، ديال إهانة موظف أثناء المزاولة للعمل ديالهم بهذا الكلام النابي. فلازم معاقبة طبقا للقانون، لأن هانت فرد من أفراد الشرطة القضائية، وحتى الكاميرا بالصوت والصورة اللي كتثبت ديك الجرم في حقها والتهمة في حقها، بالرغم أنها حاولت مرارا وتكرارا أنها تنفي يعني ان هانت هاد رجال الامن او ركلات شي واحد. فبالرغم من المحاولات العديده كذلك من اجل الصلح وطلب التنازل من طرف المعتدى عليه اللي هو ذاك الرجل الامن اللي رفع الشكايه ضد هاد زوجة عادل الميلودي اللي هي ايمان والابن ديالهم، فكنتمناو يعني من الله عز وجل انه يكون خير، وحتى القانون انه يكون فوق الجميع، ماشي هذه زوجة فنان او لا هذه زوجة سياسي او لا هذه زوجة وزير، فالقانون فوق الجميع. هادشي اللي كنتمنوا من الله عز وجل انه يكون طبق فوق الجميع، لان الا شفنا في الدول المتقدمه بما فيها الدول الاوروبيه، فلو ان قامت شي وحده بهذا الفعل الشنيع امام رجال الامن، فغيتمكنوا يعني من اعتقالها مباشره، غيتم الحكم عليها، ربما حتى انها تكون واحد الكفاله ماليه كبيره بسبب هذاك التدخل ديالها وديك الطريقه اللي ما احترمتش بها رجال الامن. اخواني اخواتي، حتى لا اطيل عليكم، فكنتمنى انكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو حتى يصلكم كل الجديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.